بلاد ما بين النهرين التي حباها الله تعالى بكل مقومات الزراعة الناجحة من مياه وأرض خصبة دفع بها الفساد والسياسات المتخبطة إلى حافة انعدام الأمن الغذائي بعد انهيار القطاع الزراعي الذي لا يتجاوز 2% من الناتج الاقتصادي. وتمثل السياسة الحكومية في التعامل مع الانتاج الزراعي المحلي والمستورد واحدة من المشاكل التي أثرت بشكل مباشر على الواقع الزراعي وأرهقت المواطن في نفس الوقت، وهو ما يؤكده الفلاحون وتجار الخضروات في علوة جميلة ببغداد. احنا أصحاب علاوة جميلة قاعد نعاني بالفترة الأخيرة من أسلوب الوزارة اللي هي وزارة الزراعة، يعني ما عندها خطة ناجحة للمحاصيل الزراعية. يعني احنا هسه عندنا مثلا طماطم عراقية، طببت الطماطم الإيرانية علينا بدون قمرك، كلها واقع بيها الفقير. كيلو طماطم بألف ونص، كيلو خيار بألف ونص، يعني الفقير عليك الله. هذا اللي يشتغل حمال ويشتغل بالعمالة، ها يروح له الأشياء خير، ياخذ تراب وقاعد بالإيجار ومنعول أهل أهله. إجا مسؤول، إجا سيد معمم، إجا زار هاي الناس وسأل هذا بيش هذا بيش، الفقير إيش ياكل سأل. يعني هسه المواطن السوق كله واقف، حاليا السوق كله واقف، طماطم بألف ونص شو يشتري الفقير؟ يعني يشتري طماطم بألف ونص، ربع لحم بثلاث آلاف، بانيات الكيلو الباني هسه بثلاث آلاف، يعني شنو العالم ماتت من الجوع. شو يسوي المواطن؟ هي يوميته 25 10 20 كراويه اكله عياله هاي، يعني المواطن انتهى. حكومه منا صعود الدولار، بطل زيت كنا نشتريه ب 1000 وربع، حاليا بطل زيت ب 3000 دينار. ها نهونا دمرونا. عوامل عديده ساهمت في تدهور الزراعه العراقيه وتقلص المساحات الخضراء وضعف الانتاج في العديد من المحاصيل الاساسيه التي كان انتاجها يصل في السابق الى الاكتفاء الذاتي والتصدير. وفي مقدمة تلك الأسباب الفساد المنظم والمصالح الشخصية والمحسوبية والعمل وفق أجندات تفضل المحصول المستورد على المحلي. العام من كانت الطماطم 200 دينار تنباع هنا مع الربيع والكروة هي 200 دينار، يعني شو استفاد الفلاح؟ العام بالعلوة احنا نبيعها 200-150، زين العام من ساعد الفلاح؟ والبذور بيش، الكروة بيش من الربيع اللي هنا؟ لازم الدولة تفكر تدعم الفلاح. أول فقرة هاي اذا مو اكو دعم للفلاح احنا ما سوينا شيء. اليوم فتحت المستورد وباجه فتحته عقب وحول شلون بعد تالي الاخ ينضح المستورد. لازم يلقون صوره حل حلول، يعني عندنا اراضي زراعيه واسعه، عندنا اراده، يعني سوء الاداره هسه اللي عندنا احنا حاليا مو تمام. يعني الدوله ما تقدر تفكر بس طلع العمله الصعبه مالتك من البلد مالك تشتري اللي تستفاد من عنده جوارينك، يعني هي الدول الجوار لنا. غياب الدعم عن المحاصيل المحلية وفقدان الخطط الاستثمارية والافتقار للمشاريع الصناعية أجبر آلاف الفلاحين على ترك زراعة العديد من المحاصيل، وبالتالي تحول الاعتماد على المستورد الذي يستنزف ثروات البلاد ويجعل المواطن يدور في حلقة مفرغة من الأزمات التي تطوقه من كل جانب.